ديمونش 29 اكتوبر 2018 ترحبوا بكم في كونفرنس الامل كونفرنس ديالكم ونهضروا على الماراثون نعطيو الكلمه للسيد الرئيس السيد الكحيلي يعطيك الدور لكم مدام الماراثون شكرا اولا تحيه للاستاذ الشريك الاساسي في هذا الماراثون اليوم الحضور ديالكم اللي سنعتبروا هو نجاح وبدايه النجاح ديال هذا الماراثون فمرحبا بكم في هذه الندوه اللي كتنظمها جماعه الدار البيضاء وكتكلف بالديزاين ديالها كذلك الشركه ديال التظاهرات والتنشيط شركه الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط كما كتعرفوا ان الدار البيضاء كانت كتنظم الماراثون خلال تنين ديال المساق عبر جمعيات تحدث في وقيته اللي غادي يكون فيها الماراثون لكن في السنه الماضيه ارتئينا اننا نغيروا المنهج وبالتالي كلفنا شركه الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط بالاشراف على تنظيم الماراثون في النسخه التاسعه واللي عرف واحد النجاح كبير جدا واحد التحول مهم سواء على المستوى التقني ولا على مستوى المسار ولا على مستوى المشاركين ولا على مستوى العدد اللي عرفوا هذا الماراثون في السنه الماضيه في النسخه ديالو التاسعه واللي حضروا فيه السلطات المحليه والمنتخب طبعا كانت هناك تحديات في هذه النسخه التاسعه اللي حاولنا نتجنبوها في النسخه العاشره وكانت هناك نقاط قوه ونقاط ديال النجاح وبالتالي فهاد النسخه العاشره كاين مستجدات منها المشاركة ديال المقاطعات مشاركة التلاميذ والتلميذات والشباب من خلال الأكاديمية ديال التربية المدنية مشاركة فئات ديال المراهقين مشاركة جمعيات ديال المجتمع المدني وبالتالي فما كاينش عندنا غير يوم واحد الماراثون اللي هو 29 اكتوبر اللي هو معلوم ومعلوم عليه ولكن كاين كذلك عندنا 27 و28 حتى هما محسوبين من ايام الماراثون اذا هذا الماراثون ماشي فقط رياضه ديال التسابق فقط ولكن هو متعه للمشارك بالتالي فتنظن بان هذه الرياضه الشعبيه اللي كتعرف اقبال من طرف الجماهير كيشاركوا فيها صغار وكبار شباب نساء ذكور اناث يعني كتلقى عدد المشاركين ونوعيه المشاركين وفئات المشاركين مختلفه ومتنوعه وهذا كيعطيها واحد الطابع ديال الشعبيه كاين مستجد مهم هاد السنة هذه هو المقتضى الدستوري ديال المناصفة خلى شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات بتكليف من جماعة الدار البيضاء أنها دير المناصفة في الجائزة فالمرأة اللي غتكون الإناث هي الأولى واخا ما تكونش هي الأولى في الماراثون غتاخذ قدام الراجل إذا كان هو الأول في الماراثون أنا كنتمنوا تكون شي مرأة حقيقة هي الأولى في الماراثون ولكن الا كانت شي الاولى غتاخذ قدك الدره الاول اذا كان رجل وغادي يكون عندنا هذا حققنا واحد المبدا ديال المناصفه اللي هو مقتضى دستوري كاين كذلك من خلال القريه ديال الماراثون غادي يكون عندنا ديسكونت اللي غادي يكونوا فيهم جمعيات المجتمع المدني اللي يمكن يعرضوا فيهم الافكار ديالهم المبادئ ديالهم اللي عندهم مبادرات رياضيه غادي يكون عندهم ديسبون وخاصة اللي كاين عندهم الطابع الاجتماعي باش يكون عندهم واحد التواصل مع المشاركين ومع المشجعين الحاضرين ذلك اليوم كاين كذلك واحد شيء مهم هو انه ذاك النهار كنتمنوا انه يكون يوم بدون صيام يوم تكون فيه المحاربة التلوث يوم تكون فيه الحفاظ على البيئة كنتمنوا ان الانطلاقة تكون ذاتية من عند المواطنين ما يتسناوش حتى يمنعوهم رجال الامن اللي كنوجهوا لهم من هذا الموقع الشكر على الحرص ديالهم والتنظيم ديالهم اللي كيشرفوا على انجاح الماراثون لا هما ولا الوقايه المدنيه ولا سائر الاطراف المشاركه والمتتبعه وبالتالي فهذا اليوم اللي قلنا يكون ان شاء الله يوم بدون سياره بغينا المواطنين هما يخليو من خلال التحسيس وهذا السبوت اللي كيدوز في التلفازه اللي كيعطي هذه الاشارات هذه بين المواطنين هما يخلوا السيارات ديالهم ويجيو هذا النهار اما يشجعوا المتسابقين
اما يكونوا يتمتعوا هما بالسباق واما انهم كذلك يجيو يساهموا في التنظيم وانجاح هذه التظاهره اللي هي تظاهره كما قلت في البدايه تظاهره شعبيه. طبعا كاين معايا هادشي كذلك من المستجدات اللي كاينه، هذاك التطبيق اللي غادي تكون كلمه عند السي جواري باش يفسر فيه شويه اكثر، التطبيق اللي غادي يكون على في السمارت فون في ايفون واندرويد، غتكون فيها ديك الابليكاسيون اللي من خلالها غيتم التسجيل والمتابعه ديال الماراثون في مكان المواطن، وبالتالي فكنراهنوا على ان المتابعين ديال الماراثون ما غيكونوش فقط الناس اللي كيتفرجوا في التلفزه او الناس اللي جاوا لجانب الطريق كيتبعوا الناس اللي كيجريو، ولكن غيكون واحد العدد كبير ديال المتفرجين اللي غيتابعوا عبر السمارت فون ديالهم. اذا كنظن هذا كما قلت في البدايه حضوركم معنا اليوم كنعتبره نجاح ديال هذا الماراثون، وبالتالي فالمستشارين اللي هما جاوا اليوم كيساندوا هذا الماراثون غيكونوا داروا الاختيار الاصوب وغيكونوا فازوا وغيكونوا استفدوا من خلال يعني التقديم والمشاركه في هذا التظاهر. شكرا. بدوري تنشكركم على الحضور ديالكم الكتاب في هذه الندوه الصحفيه اللي غادي تعطينا الفرصه ان شاء الله باش نتكلموا معكم على الطبعه العاشره ديال الماراثون الدولي في الدار البيضاء. فكيف قال السي كحيليب بعد ما انه وصلنا للدوره العاشره الا والحمد لله، يعني كان واحد الجهود يعني كبيره ديال الناس اللي كانوا ساهرين على الماراثون باش يوصل لهذا السن اللي تبارك الله وصل يعني السن ادول. فمره اخرى وكنغتنم الفرصه والوجود ديالكم باش نشكرهم، نشكر جميع الناس اللي كانوا ساهرين عليه. فاحنا يعني بامتداد من مجلس المدينه تكلفنا بالماراثون هذه سنتين، ونتمنى الله نكونوا احسن خلف لاحسن سلف. فالحمد لله تنظن ما رجعش السنه الفريضه، ولكن يعني بشهادة الجميع ورغم بعد يعني بعد النقاط اللي كانت شويه صعيبه، فالحمد لله يعني جميع الاهداف ديالنا كانت تحققت. وهذه السنه كيف كنا وعدناكم السنه الفريضه بغينا باش نوصلوا واحد جديد، يكون واحد ماراثون واحد الحله مهنيه واحترافيه اللي نضاهيو بها المدن الكبيره. فالماراثون غادي يكون ان شاء الله يوم 29 اكتوبر على انطلاقا من الساعه 7:45 دقيقه. هذه السنه فيما يخص السباقات فغادي تكون زدنا واحد السباق واحد المسافه جديده واللي تم الاضافه ديالها لسبب يعني طب عادي، الا وهي واحد الاقبال لاحظناه هاد الشهور الاخيره على هذه المسافه، الا وهي مسافه 10 كيلومتر. لاحظنا كاين واحد الاقبال وبعض المرات تتشجع، يعني بالنسبه لنا بحال تندير واحد الاستثمار في هاد الناس اللي غادي يتشاركوا معنا في 10 كيلومتر. يمكن من هنا سنتين ندوزو 21 يعني نصف ماراثون، ولما لا؟ لان واحد 3 و4 سنوات يكونوا هما العدائين ديال ولا الاخرين والسابقين في الماراثون. كذلك وهنا باش ناخذوا يعني ذاك الدور ديالنا ديال انه ماراثون مواطن، فدرنا كذلك واحد السباق للاطفال يوم السبت 28 اكتوبر على الساعه 4 زوالا من العمر 6 سنين حتى 13 عام، باش يعني نعطيو الفرصه للاباء يجيبوا وليداتهم يشاركوا معاهم ذاك الروح الرياضيه، وباش نصرفوا تحت ذاك الروح الرياضيه في ذاك الاطفال لان هما رجال الغد. وبالنسبه لنا اننا هذاك مول 13 عام لما لا من هنا 5 سنين ولا 6 سنين يكون مسابق كبير ادول اللي مشارك في السيمي ماراثون ولا الماراثون. ف يعني بالنسبه لنا حاولنا يكون جديد كذلك في هذه المساله. بالنسبه باش نبقى غير في الفيش تكني وهنا تنختم الفرصه باش نشكر الاذاعه دوزيام اللي قبلات، ويعني وغادي يكون واحد من غو ترانسميسيون اون لاين يعني مباشره جميع يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم المراحل ديال الطواف ديال الماراثون ديال كازابلانكا يوم الاحد، وغادي تعطي فرصه بالنسبه لنا. فهذا لا غو ترانسميسيون
بالنسبه لنا حنا كمنظمين كاين داك الدور انه ريادي يعني تنقسموا داك المرحله داك الصباحيه الرياضيه مع بزاف ديال المتتبعين، ولكن كذلك باش تنقسموا بعض الصور جميله وجميله جدا مدينه الدار البيضاء باش الناس يشوفوها بزاف. وهذا هو هذا السبب اللي جعلنا ديجا في السنه الفريطه كنا رجعنا وجددنا لو باركور يعني المدار، وهذه السنه غيرنا فيه واحد تقريبا واحد 10% باش اولا نزيدوا داك الجاذبيه ديالو، ثانيا باش يعني الحمد لله كي تعرفوا فمدينه الدار البيضاء فهي كلها اوراش لانه تنوجدوا مدينه الدار البيضاء ديال 2020، فاجتمعنا بعض الشوارع اللي فيها الاشغال، وكذلك باش تجنبنا بعض النقط اللي يمكننا نقولوا عليها نقاط سوداء في المسارات ديالنا ديال مدينه الدار البيضاء. وهذه المسائل هذه راه استثني ان شاء الله نهضروا فيها في الديتاي فيما يخص المدارات والجوانب. فان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون الجولان ممنوع في بعض الشوارع الكبيره باش نعطيو الفرصه تنقولها وتنعاودها باش داك يعني داك ليزيماج اللي مخوذه ديال دوزام اللي غادي تكون منقوله مباشره تعطي واحد الصوره طيبه لذاك المساهمه والمشاركه ديال البيضاوي في نجاح وانجاح هذا التظاهر الرياضي. يعني التطبيق جديد كذلك كيف قال السي الحيلي ومن بعد غادي نرجعوا ليه، فحاولنا باش ان شاء الله الرحمن الرحيم الماراثون ديالنا الا كانوا الناس عندهم صعوبه باش يجيو الماراثون، فالماراثون اللي مشى عنده حتى ديورهم حتى السمارت فون ديالهم. فاليوم الحمد لله اللي خصنا نعرفوا فالماراثون كازابلانكا عنده واحد التطبيق رقمي سميتو كازا ماراثون، فنابورت كيل سمارت فون غيمكن تكون تيليشارجيو باش يعطيكم جميع اخر لكن بعد يعني لي فونكسيوناليتي اللي تعطينا هذا التطبيق، فهو تيسمح لنا باش نتبعوا جميع الاخبار اللي كاينه على المعلومات على الماراثون، تيسمح لنا كذلك باش نديروا واحد التسجيل اولي ديال المشاركه ديالنا، والاهم هو المهم فكاين واحد ان كوتش اون باركي اللي تيسمح للناس اللي ما عندهمش يعني داك الامكانيات المهنيه ولكن باغي يشارك فيكون عنده ان كوتش ويمكن له يقوم بواحد التدريب باش يهيئ راسو للماراثون او للسيمي ماراثون. ف تنظن اللي يعني تطلبوا من الجميع هنا يعني تنشد عليكم واحد كصديق سابق وكفاعل جمعوي كفاعل كي بغيتو هو تعاونوا معنا في عمليه تحسيس ديال البيضاويين هو انه نهار الاحد 26 فلا باس يعني على الاقل غير من 7 الصباح حتى 12 ليش ديال النهار ولا الوحده ديال النهار ما يستعملوش السيارات خصوصا ديك المدارات اللي غادي نجيبو عليها غير باش يعني نعطيو واحد الصوره. فهو فداك لو جيست يعني داك الحركه ولو هي غير صغيره وعاديه فغادي يكون شارك داك النجاح اللي غادي نوصلوا ليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا وهذا هو اللي غادي يدفعني باش نكون النقطه ما قبل الاخيره فيما يخص جديد في هذا الماراثون. فان شاء الله الرحمن الرحيم انطلاقا من الاسبوع من نهايه هذا الاسبوع غادي نقوموا بواحد الحمله كبيره على جميع المقاطعات لمدينه الدار البيضاء باش عمليه تحسيسيه باش يعني نوريو الناس الاهميه ديال المشاركه ديالهم في الماراثون يا اما رياضيا يا اما يعني وطنيا، بمعنى ذاك النهار ما يستعملوش السيارات ماشي تنقولوا لهم ما يخرجوش بالعكس خصهم يخرجوا يجيو معنا ويشجعونا ويعاونونا، ولكن نخليو السيارات ذاك النهار بالذات على الاقل في الصباح من 7 الصباح حتى الوحده ولا الجوج ديال النهار باش ما يكونش واحد الارهاق بالنسبه للباقين وتكون تلح على هذه القضيه باش تكون ذاك الصوره اللي غادي نعطيو عبر الشاشه تكون واحد الصوره ان شاء الله الرحمن الرحيم طيبه وتكون صوره كامله. اخر نقطه في الجديد هو فيما يخص استراتيجيه ديال جد لوبرونور اللي غادي نتكلم عليهم السنين بواحد الطريقه يعني مدققه. فالحمد لله هذه السنه كيف غادي تلاحظوا يعني
وخلال ترتيب وتهيئة هذه الطبعة وفي إطار تتبع اللجنة اللي سهرة على الماراثون، فاختارنا واحد السياسة ديال رفع من القيمة ديال التحفيزات باش نجلبوا الأعدائين الدوليين بدون ذاك الشرط المرور، يعني الباساج أوبليجي يكون عند لي ماناجر الوكلاء ديالهم. فحيت الحمد لله وانتم راكم تتعرفوا حسن مني هذا الشيء، يمكن لكم تقارنوهم مع لي بريز موني ديال مدن أخرى دولية وغادي تلاحظوا بأن كاين واحد المقاربة كبيرة، وهذا اللي جعلنا لحد الساعة اللي تنتكلم معكم أن أكثر من 30 مشاركة ديال لي توبرونور يعني دوليين أرقام دي بيرفورمانس يعني الحمد لله مهمة اللي غادي تجعلنا نحققوا واحد الهدف من الأهداف اللي رسمنا إن شاء الله لهذه الطبعة العاشرة، ألا وهي تحسين الأرقام لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال ديال الأرقام المحققة لحد اليوم إن شاء الله في هذا الماراثون. باش ما نطولش عليكم باش ندخلوا، يعني بغيتكم تشاركوا معنا يعني في ذاك الباركور ولا غير تبعوا بعينينا تحت يعني العرض ديال السي سنيني، باش تنطلب من أنا تنعاودها الله يجازيكم بخير باش تعاونونا باش ذاك النهار ديال الحد يكون علاش لا اون جوري سون فواتور وعلى الاقل اون ماتيني سون فواتور. وشكرا جزيلا. السلام عليكم، شكرا للحضور الكريم. وجودي هنايا اليوم كمدير بالجهه والسياحه لانه الماراثون تشكل واحد التظاهره اساسيه للاشعال السياحي ديال مدينه طبيزه والتوقع ديالها كمدينه عالميه، ولكن غير نشير بانه في هذه الطاوله كاين السيد الرئيس كاين بيان كاين المدينه، ولكن في هذه الطاوله كاين ثلاثه الناس فيهم سي جوهري كي تمثل ليديسيون العاشره، انا كنتمثل ليديسيون الاولى، وما بيناتنا بجوج كاين سي سنيني اللي تمثل الاستمراريه، انا كنت مسؤول على ليديسيون الاولى والثانيه والثالثه، سي جوهري على سويت وما بيناتنا كاين سي سنيني، فانا تنفتخر بانه كاين هذه الاستمراريه. تنفسخ بمدينة الدار البيضاء اللي عندها اليوم هذا الماراثون دولي مهم، وتفتخر باش تكون الدار البيضاء في المستوى التقني ومستوى الاورغانيزاسيونيل اللوجيستيكي الرياضي الهائل اللي تعطي هذا الماراثون. فشكرا للجميع، ومازال نقول لكم بانه يعني الدورة الأولى كان فيها واحد الوقت اللي كان يعني مهم بالنسبه لمدينه الدار البيضاء، لان مدينه الدار البيضاء في الدوره الاولى كرمت جوج ديال العدائين ماراثون المغاربه، كرمت الله يرحمهم حسام الراضي اللي كان اول ماراثوني اللي خدا الميداليه الفضيه في العاب اولمبياد روما 1960، وكرمت كذلك سي جواد غريب اللي كان خدا الميداليه الفضيه العاب الاولمبيه ديال 2008 في بيرنا. فاذا مدينه الدار البيضاء دائما قريبه للعدائين وقريبه للمغاربه الرياضيين، وتنظن بانه هذا الشيء اللي غادي يبقى يستمر ان شاء الله. شكرا جزيلا. بالنسبه للانطلاقه التي تكون امس المغرب السنه الماضيه، هو العمق نمشيو مع لا كورنيش ندورو شارع قنطان احمد بن بوشنا نمشيو لدريس سلاوي غنديرو لا بوكل على لو جاردان ديال فان دونفان غادي نرجعو مع دريس سلاوي في لو سونس انتردي غادي نمشيو أفني دينيس أحمد حبيب سي ناصر بليتو نمشيو لشارع روزفلت كينيدي رون بوان ديال ميغا راما غادي نوصلو رون بوان ميغا راما ونمشيو
لوسيون اتلانتيك حتى لوتيل سويس ونديروا لا بوكل ديال لي بيسين ثاني شارع على كورنيش على لي بيسين ونرجعوا للرون بوين ميغاراما نوصلوا لشارع طنطان غير الا سمحتي وقف المقفوله فيديونا حيت هنا غادي لا غادي ندوب الاول ماشي مشكل ماشي مشكل هنا غير هنايا هاد لا بوكل هادي الاولى هي ديال 10 كيلومتر نفس المتسابقين ديال 10 كيلومتر غادي يديروا هادي وغادي يمشيو لاري غادي يمشيو لاريفي وبالنسبه للناس الماراثون غادي يكملوا المطاف غادي يرجعوا مع شارع ديال طنطان يديروا احمد بن بوشتى هنا غادي يديروا على اليسار هنا غادي نعاودوا نرجعوا لافوك الاولى ماشي معليش حتى تستمر ولاحظتوا بانه صبيحه يوم الاحد تمام الساعه 7:45 غادي يكون المطاف شبه فارغ غادي نرفعوا واحد 10 كيلومتر لانه حاولنا اكثر ما نتفاداو الطريق ديال البحر لا كورنيش اللي كدير المر بوبول لانه كتخلق مع الرطوبه واحد والاختناق ديال انه كاين الرطوبه وكاين الرياح ديال البحر فحاولنا قد ما امكن اننا تفاديناها وهذه تاهي من الاسباب اللي تعطينا تحفز على الدائرين باش يحققوا رقم لهاد الدوره العاشره فقلنا من بعد ما يمشي يوصلوا للرون بوان ديال شارع طنطان غادي يعاودوا يرجعوا نفس غادي تلاحظوا في الشارع ديال شارع طنطان احمد بن بوشتى مره مره نبهوا لواحد النقاط اللي غادي تكون هي نقاط شويه اللي نتمناو من الاخوان الصحفيين المشهورين انهم يتعاونوا معنا لانهم كتعرف واحد هنا غادي يمشيو مع شارع مولاي رشيد حتى الشبول غادي يشدوا عبد الكريم الخطابي شارع عبد الكريم الخطابي دابا حنا في شارع عبد الكريم الخطابي يمشيو حتى لشارع غاندي شارع غاندي هنا غيدوروا على اليسار غادي يمشيو شارع غاندي حتى ليعقوب المنصور هنا كاين اون دوزيام بوكل سادير لفه اخرى غادي يمشيو ليعقوب المنصور هذا هو البدايه ديال هنا روبو دو الناس هادي نمشيو مع يعقوب المنصور الى شارع سيدي عبد الرحمن غندوزو نخليو الترام على اليسار ديالنا وغادي نمشيو حتى الطريقه ديال الازمور هنا غادي ندورو باش نمشيو على طريق ازمور هنا عند عبد الكريم الخطابي غنزلو مع ديك لابون ديال عبد الكريم الخطابي ونعاود نرجعو لشارع غاندي هو شارع غاندي اللي زدنا فيه في الفلفه الاولى نمشيو مع غاندي وندوزو على محمد مانون محمد مانون هو اللي غادي يدير الكومبلكس محمد سانك تقريبا كما قال السي جواري 900 مطار هذا الكومبلكس محمد سانك غندورو على جهة فريميجا اللور ديال فريميجا غادي نمشيو هنا شارع المسيرة حتى ل توين سنتر هو الدروس الزرقطوني كنا كندورو مع الوداني دابا غادي نمشيو للزرقطوني ديريكتوم حتى لاكومانا سي غادي غنزلو على لي بونت على دوك لي تيلان كلهم اللي كاينين في شارع الزرقطوني وشارع المقاومة يعني انه غادي نمشيو الا لاحظتو انا راه بانه غادي نمشيو حتى لاكومانا نمشيو ندو الجيش الملكي افوني ديفار على اليسار ديالنا هو هذا غادي ندوزو نمشي لهوفيت موني بازارات نمشي لسيدي بليوت سيدي يعني انه ناخذوا سيدي محمد بن عبد الله كازابور غادي نمشيو للتونيل ديال موسكي حسن دو مسجد حسن الثاني ندوزو للتونيل تا هو كذلك لا سورتي ديال التونيل غنشدو ليسر ونمشيو لزرقطوني هذا هو زرقطوني نمشيو معاه حتى عبد اللطيف بن خدور هنا غادي نتفاداو النقطة السوداء ديال العام اللي فات اللي كانت تكلم عليها بزاف الناس هي بولفار بونفا لأنه صعاب علينا باش نشدو ما بين بولفار بونفا والمسيرة هنا عبد اللطيف بن خدور رون بوان سبور غادي نمشيو حتى ندوزو على الفيلودروم هنا غادي نرجعو لكينيدي بليطو روزفلت كينيدي
نرجعوا للفه الاولى، يعني انه الاعدائين ديال الماراثون غادي يديروا جوج لفات هنا بالنسبه لي بيسين، وغادي يكملوا لا كورنيش. غادي نوصلوا للخط النهايه بحول الله في حدود الساعه 59، نتمنوا انه تكون 52 53 دقيقة، لأنه باش نجرو في جوج سوايع و 8، لما لا جوج سوايع و 7، باش تكون دينا المهام ديالنا، وهو أنه غيرنا المطاف من أجل أولا نتفاداو ديك النقاط السوداء اللي كانوا لنا السنة الماضية، وكذلك تحقيق رقم جديد للدورة العاشرة. غير كاين نقطة هي جد مهمة شغلها سي محمد جواري، وهي بالنسبة تكافؤ الفرص بالنسبة للوكلاء الاعدائيين. هما تقريبا كاينين 6 ديال الناس، 4 ديال المغاربة وجوج فرنسيين، اللي ما كانش العمل معاهم مباشرة، لأنه اليوم فز الرقم ديال المبلغ المالي ديال النهاية من 120,000 درهم ل 200,000 درهم، بالإضافة للبونيس اللي كاين ديال تحقيق الأرقام 200,000 درهم أخرى هي 40 مليون سنتيم، اللي هو كيبقى رقم جد جد محترم، وإلا قارناه مع بعض الماراثونات الدولية فهو تيبقى عندكم قدامكم واحد اللائحة ديال لي توب رونر. أنا غنشير واحد النقطة، فبطلب من 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 الأعدائيين نفسهم، حنا باش نكونوا واضحين، حنا كنبغيو نعاونوا المغاربة ديالنا، لا لي زاتليت ولا لي ماناجير، باش ما يكونش داك الاحتكاك وهذا، فانه غادي تفاجئوا صبيحة الاحد غادي يكون رقم جديد، داك رقم ديال جوج سوايع و 8 و 55 غادي يتحكم ان شاء الله. لماذا؟ لان عندنا 3 ليام بروفيسيونيل، 3 اراني في السباق اللي مهمتهم جايين من برا على المهمة هذه، بالاضافة انه كاين واحد التنافس شريف ما بين هذا، فتحفظنا على بعض العدائين، بعض العدائين اللي عندهم ارقام جيده، جوج سوايع و 7، جوج سوايع و 8، اللي مع ليبر مع هذا المطاف هذا، فغادي انا عندي اليقين ان شاء الله بحول الله الى ساعدنا حتى الجو، لان كتعرفوا الحراره هذا الاسبوع هذا الاسابيع الضاربله، فكيظهر لي بانه جميع، وانا جد فخور، قال قبيله السي سعيد واحد الكلمه ديال الاستمراريه. استمرارية السي سعيد تكون بالشركاء، اليوم كيتواجد معنا مجلس المدينة وكذلك المجالس الأخرى المنتخبة، وبالإضافة للسلطات وما ننساوش الدور المهم، لأن بدون أمن قوات المساعدة ما يمكنش دير مطاف بهذا الشكل هذا ديال أنك الدار البيضاء، وبهذه الأحياء ديال مثلا البوليس الأنطوني ولي شارع عبد الطيب القدور، كازابور، كاين بعض المناطق اللي هي شويه كتكون ديك الصبيحه، مع انه 8 الصباح كتكون فيها السيران وهذا، فالدور ديال الرجال كيساعدونا كثير على اساس انه باش نشرو الدور هذه ان شاء الله. وشكرا.